احنا برضو بنتكلم دلوقتي عن اهميه المشاركه في عمليه احلال وتجديد لهذا المسجد. خلينا برضو نتكلم في نقطه مهمه. طب الثواب بقى عند ربنا وهنستفيد بايه لما نروح نصلي في الجامع؟ ايه الفرق ما بين الصلاه في البيت والصلاة في الجامع؟ هنتعرف عليه مع ضيف الكريم، ولكن نشوف سريعا مسجد عمر الخطاب بقرية الشركة 2 مركز الكيرنس بلدة أهلية. هذا المسجد هو المسجد الوحيد الموجود في القرية، مساحته 300 متر، محتاجين نعمله عملية إحلال وتجديد عشان تصبح مساحته 500 متر، هو المسجد الوحيد اللي موجود في القرية. الناس بتخاف تصلي فيه لحسن يقع عليهم. نشوف مع بعض سريعا مسجد عمر بن الخطاب ونرجع نعرف الفوائد التي تعود علينا كمسلمين حينما نصلي في المساجد. ومن هذا المكان ومن هذا البلد الطيب أهله الشركة 2 مركز ذكرنس محافظة الدقهلية، وذلك للاطلاع على حال مسجد عمر ابن الخطاب بالشركة 2 مركز ذكرنس محافظة الدقهلية. وفي الحقيقة احنا جينا لان المكان بالفعل في امس الحاجة لإعادة البنيان. المسجد وصل مرحلة يعني صعب قوي ان الانسان يأمن على نفسه وعلى اولاده انه يدخل المكان ده. المسجد ينزل علينا حر نار، وبينزل علينا الشتاء بقاله اكتر من 65 سنه، وتشققات ورطوبه ماسكاه وما احناش عارفين نصلي فيه. الاطفال بتاعتنا بنخاف عليها لانهم بيطلعوا بيمشوا على السكك، والمسافه بعيده جدا بين 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 اقرب مسجد المسجد ده، والطريق اسفلت وحياتهم مهدده بالخطر. المستوصف بعيد عننا كم كيلو، ما فيش مكتب تحفظ قرآن ينفع الأولاد. شاهدنا سويد مسجد عمر بن الخطاب بقريه الشركه 2 مركز ذكرنس بلدة أهلية، وهو متهالك، ودايما بشوف ان الصوره هي اقرب الطرق للاقناع والتصديق. احنا ما بنحكيش روايات، احنا شفنا مع بعض هذا المسجد وهو حالته متهالكه جدا. طب لما نشارك في عمليه احلال وتجديد لمثل هذه المساجد الثواب ايه؟ احنا اتكلمنا عنه. طب ايه الفرق بقى ما بين انا اصلي في بيتي وان انا اصلي في الجامع؟ دكتور وهدان تقول لي ايه بقى؟ حقيقة هناك فرق كبير بين الصلاة في البيت والصلاة في المسجد. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد، أي الفرد، ب27 درجة. حتى كنت جماعة في البيت؟ هتقولي لو كان جماعة في البيت؟ طبعا هتقولي ده لو أنا ممكن أعمل جماعة مع زوجتي مع ضيوف مع أي حد موجودين، لكن أنت في هذه الحالة بتاخد ثواب الخطى إلى المساجد. من الأعمال التي ترفع قدر العبد عند الله سبحانه وتعالى وترفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى كثرت الخطى إلى المساجد وذكر الله سبحانه وتعالى في هذا المسجد. فضلا عن ذلك فإن المسجد لما تذهب بتسلم على أخوك المصلي على يمينك ولا على شمالك، وبتتعرفوا على بعض وبتشوفوا مشاكل بعض ومتابعات بعض. فالمسجد مش مكان فقط للصلاة، ولكن مكان للأمن والأمان والسلام، والناس تتعرف على أخبار بعضها وتتعايش مع بعضها وتتعاون على الخير زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن العظيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالناس لما تصلي في المسجد أكيد هتاخد درجات أكبر وأفضل عند الله سبحانه وتعالى من الصلاة في البيت. نشوف مع بعض مشاهدينا الكرام مسجد عمر بن الخطاب بقرية الشركة 2 مركز ذكرنس بلدة أهلية، وركزوا معايا كده في الحوائط في الأرضيات في دورات المياه. هذا المسجد محتاج مننا جميعا المشاركة وسرعة المساهمة في عملية إحلال وتجديد حتى نساهم بشكل أو بآخر في
عملية إعادة فتح بيت من بيوت ربنا عشان الناس تصلي فيه في أمن وسكينة واطمئنان. نشوف مع بعض مسجد عمر بن الخطاب ولسه مكملين مع حضراتكم. هذا المكان ومن هذا البلد الطيب أهله الشركة 2 مركز ذكرنس محافظة الدقهلية، وذلك للإطلاع على حال مسجد عمر ابن الخطاب بالشركة 2 مركز ذكرنس محافظة الدقهلية. وفي الحقيقة احنا جينا لأن المكان بالفعل في أمس الحاجة لإعادة البنيان. المسجد وصل مرحلة يعني صعب أوي ان الانسان يأمن على نفسه وعلى اولاده انه يدخل المكان ده. المسجد نزل علينا حر نار، هو بينزل علينا شتاء بقاله اكتر من 65 سنه ومتشققات ورطوبه ماسكاه وما احناش عارفين نصلي فيه. الاطفال بتاعتنا بنخاف عليها لانهم بيطلعوا بيمشوا على السكك والمسافه بعيده جدا بين 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 اقرب مسجد المسجد ده والطريق اسفلت وحياتهم مهدده بالخطر. المستوصف بعيد عننا بكام كيلو، اللي ما فيش مكتب تحفظ قران ينفع الاولاد. شاهدنا سويا مسجد عمر بن الخطاب بقرية الشركة 2 مركز ذكرنس بالدقهلية، وشفنا قد ايه هو متهالك والانسان وهو بيصلي فيه بلا شك هيكون بيفكر يا ترى ممكن اخرج من الجامع ولا ما اخرجش. طب اهميه بقى الصلاه بامن وسكينه ده يتم ازاي في مثل هذه الظروف اللي احنا شفناها لهذا المسجد الدكتور وهدي؟ يا حقيقتك واجب على الامه كلها وعلى الناس كلها ان تتعاون لانشاء هذا المسجد، انه بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، والناس بدل ما يتكبدوا عناء المشقه اذهب الى قرى اخرى للصلاه فيها والى اماكن اخرى للصلاه فيها واركبوا مواصلات وما الى ذلك. فواجب الناس كلها ان تتعاون، واجب اهل الخير ان يساهموا في انشاء هذا المسجد، واكيد هيجدوا الثواب ده عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى سوف يبني لهم قصورا كثيره في الجنه نظيره انهم عمروا هذا المسجد ذكر الله سبحانه وتعالى. وربنا قال لنا في القرآن العظيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. يعني الإنسان المؤمن، الإنسان التقي، الإنسان الذي يريد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا المكان وفي هذا المسجد هو الذي يعمر بيت الله سبحانه وتعالى، وسيحصل على ثواب عظيم على ذلك.